فيه عالم اسمه ستيف قضى كل حياته كلها بيحاول يعمل مصل يعالج بيه كل الامراض وفشل، فما كانش عنده حل غير انه يحاول يعمل علاج بيرجع الميتين للحياة ووظائف جسمهم سليمة واحسن من لما كانوا احياء، وجرب كده على ضحيته الاولى والنتيجة فشلت. وستيف كان بيحب دارلين صديقته ودايما كان معجب بالفراشات وبيقول ماذا لو الانسان زي الحشرة والدودة اللي بيتحولوا بعد كده الى فراشة، ليه الانسان بعد ما بيموت حياته لازم تخلص؟ ماذا لو كانت حياته كبشري هي مجرد مرحلة وليه حياة تانية في مرحلة مختلفة؟ ودارلين مش مستوعبة كلامه العلمي، ولقيته مقدم لها خاتم الجواز وانه بيحبها من اول مرة شافها فيها في المدرسة وهم صغيرين، ووعدها انه يهتم بيها ويحبها لنهاية حياته ومستعد يعمل اي حاجة عشانها وعمره ما هينفصل عنها او يزعلها. وافقت وتجوزه، وبعد كده مر على جوازهم 10 سنين. وبعد ما الام خلفت بنته ليلي للأسف جالها مرض نادر وخطير بيخليها كسلانة طول الوقت وبتدخل في غيبوبات كتيرة وما بقتش تقدر تهتم بيه ولا ببنتها وملهاش علاج وهتموت قريب. وستيف وعدها انه يهتم بيها للنهاية وموفي بوعده، والممرضة بيكي هي اللي هتهتم بيهم وبالبيت، ويقول لها ستيف ان ابو ام دارلين ميتين واخوها ما بيشوفهاش من فترة وملهاش صحاب، وهو كمان بسبب شغله في المعمل والابحاث العلمية ملهوش صحاب، وليلي بنتهم هي كل ما يملكه. والعالم ستيف مصاب بمرض الربو بسبب الضغوط والمشاكل، وستيف بيحاول يقرب لبنته اكتر عشان لما الام تموت يقدر هو يكون عيلتها كاب وام، وهي حلمها تسافر للمكسيك وهو وعدها انهم هيعملوا كده في الاجازة، بس الام دارلين مش هتقدر بسبب مرضها والممرضة بيكي هتهتم بيها وهم مسافرين. وبيحاول ستيف يعيش مع مراته اخر لحظات في حياتها ويكونوا ذكريات. وستيف رايح يودي بنته للمدرسة يقابل الممرضة بيكي اللي فشلت انها تخلف والدكاترة معرفوش يساعدوها، فقررت تسخر حياتها كلها لمساعدة الناس وتبقى ممرضة تهتم بصحتهم وبأطفالهم وببيوتهم، وهي دلوقتي مهتمة بعيلة ستيف بسبب دارلين المريضة. وستيف في المعمل يجيله صديقه روبرت ويلاقيه مشغول في العينة اللي معاه، وستيف خد عينة دم من المعمل سريا لفحصها ويتصدموا لما يلاقوا احد العينات اشخاص ميتين. لما ستيف اضاف عليهم بعض الانسجة رجعت للحياة وتلائمت الامراض اللي فيها، فماذا لو عملوا كده على دم البشر المرضى؟ يمكن يعالجوهم او على الاقل بعد ما يموتوا يرجعوا للحياة. والفكرة غريبة ومثيرة في نفس الوقت، ولما راح يعرضها على المدير يتضايق ويقول مستحيل ننفذ الفكرة، وانت سرقت العينة واضفت عليها انسجة بدون ما تقولي، واحنا بنعمل ادوية للاغنية خصيصا عشان الفلوس، واهتم بشغل لان كده مش هعرف اقبضك فلوسك، ولو ما اهتمتش بالكلام ده هرفدك، مستحيل نلاقي علاج لكل الامراض لاما كلنا هنخسر فلوس كتيرة. ولكن ستيف مش مهتم بكلام المدير المجنون وبيعرض على روبرت يساعده في الابحاث يمكن يعرف ينقذ بيها مراته من الموت، ولكن روبرت يقول له عارف ان مراتك حالتها الصحية صعبة، بس حتى لو عملنا العلاج ده مش هينفع نستخدمه على المرضى الا لما يتم الموافقة عليه، وكده هتكون مراتك ماتت، انسى المشروع ده وفكر في شغلك. ولكن ستيف ما يهتمش، ولو محدش رضي يساعده هو هيساعد نفسه بنفسه. وبعد ما كل الموظفين مشيوا تسلل هو للمخزن وسرق ادوات معملية وطبية تساعده في رحلته لاكتشاف علاج يشفي كل الامراض او يرجع الموتى للحياة، وروبرت كل ده مراقبه عشان ستيف ما يخرجش عن السيطرة. وستيف في عربيته بيسمع خبر في الراديو عن وفاة طفل في كوستاريكا بسبب عضة حشرة طائرة صغيرة ليه، والدكاترة حاولوا يعالجوه ويدوله أدوية خففت من أضرار الفيروس اللي أصابه لأن الطفل كان عنيف ووحشي، والأعراض خلصت والطفل حالته تحسنت، وفجأة لقوه أغمى عليه ومات ومحدش عارف إزاي مات بعد ما تم علاجه. والقصة اهتم بها ستيف يمكن يكون فيها حل لإنقاذ دارلين، وراح بحث عن الطفل اللي اتعض في كوستاريكا ولقى ان عينة دمه بعد موته هتوصل للمعمل اللي هو شغال فيه، وكده هو هيعرف يوصل
بيوصل لعينة دمه وجهز مختبره البسيط في جراج بيته، ومستمر في سرقة عينات الدم والأدوية المعملية والطبية، ولقى عينة دم الطفل اللي جواه الفيروس. وبعد شغل كتير جدا على فترات طويلة نجح انه يستخرج منها الفيروس، واشتغل على ايجاد مصل ليه ويخلي الميت بسبب الفيروس ده يرجع للحياة بعد موته. وبيقضي وقت كبير جدا في معمله ومش مهتم بعيلته، وهم مش عارفين ليه ما بقاش زي الاول بيقعد معاهم. بس الحقيقة هو بيحارب لانقاذ مراته دارلين، واخيرا عمل المصل وراح وراه لروبرت اللي انبهر بيه انه بيرجع عينات الدم الميتة للحياة. وستيف عملها لوحده بدون مساعدة حد، بس روبرت يقول له عينة الدم دي مش مقياس واثبات انها تساعد كل البشر، كلنا مختلفين عن بعض ولازم تجرب على عينة دم حية لاكتر من انسان، وصدقني المهمة صعبة ولازم تنساها لانك ممكن تضر البشر في طريقك لايجاد علاج لمراتك دارلين. ومن كتر اهتمام ستيف بالابحاث والتجارب نسي يحضر حفلة بنته في المدرسة، ويعتذر لها ويقول لها انه بيحاول يساعد امها وهي لازم تساعده وتتحمل معاه المسؤولية عشان هما كلهم يقدروا يسافروا للمكسيك مع بعض في الاجازة. وعملت له سلسلة وطلبت منه يلبسها لانها تحميهم وهتربطهم كلهم ببعض. وهو شغال على الابحاث يلاقي مراته دارلين جات له ومستغربة من معمله، ويقول لها انه قرب يلاقي علاج ينقذها بيه، بس تقول له هي حياتها قصيرة ومش عارفة هتعيش لحد العلاج بتاعه ولا لا، هي عايزة تعيش معاه ذكريات سعيدة يفتكرها بيها بعد موتها احسن لما يفتكرها بمرضها، ويوعدها انه هينقذها. وجاب فار تجارب وهيحقنه بالفيروس لحد ما يموت، وبعد كده هيحقنه بالمصل ويشوف هل هيرجع للحياة ولا لا. وانبهر لما لقى الفار رجع للحياة وكل وظائف جسمه سليمة ورجع احسن من الاول، بس كده لازم يجرب على البشر للتأكد انه صالح ليهم وهينقذ مراته دارلين. فراح جاب قماشة وغرقها في مادة مخدرة عشان يصطاد البشري اللي هيجرب فيه المصل. وهو ماشي في الشارع بيدور يلاقي راجل عجوز مشرد وهو مناسب للاختبار، ونزل عليه يحاول يضلله ويحصره، بس هو فشل لانه اصلا مش مجرم، والعجوز قدر يدافع عن نفسه ومش ستيف ولازم يشوف حد تاني. وراح الكازينو يفكر ويلاقي بنت جميلة اسمها مينا بص عليه، فما كانش عنده حل غير انه يستدرجها ليه، وراح كلمها وعايزها في عربيته، وهي كانت فاكرة انه هيبقى رومانسي معاها، ولكن هجم عليها بالقماشة اللي فيها المخدر بس قاومت وخرجت برا العربية بتقاوم، فراح عليها وقتلها لانه كده كده اصلا في المعمل هيحقنها بالفيروس وهيقتلها وبعد كده هيعالجها بالمصل. بس للأسف مينا ما استجابتش للمصل وماتت، ومش مصدق نفسه انه فشل بعد كل ده، وهي كده ماتت بجد وللأبد، وكان عنده امل يرجعها للحياة. وكده هيحتاج يطور المصل اكتر، ومراته حالتها بتسوء كل يوم عن اللي قبله، ولازم يخلص المصل بسرعة. والصبح راح غطى جثة مية وجات له بيكي وتقول له لو الحاجة اللي معاك تقيلة ممكن اجي اساعدك، انا وعدتكم بمساعدتكم دايما باي طريقة ممكنة، ويقول لها لا دي مجرد قمامة من الجراج هتخلص منها بنفسي، ويطلب منها تروح تهتم بمراته دارلين وبنته ليلي. وخد جثة مينا وراح الغابة عشان يدفنها، ومش مصدق نفسه انه تحول من عالم خير عايز يعالج امراض الناس لقاتل مهووس لانجاح تجربته باي شكل من الاشكال. وحبه لمراته دارلين عمال بيحفزه انه ينجح المصل باي شكل. ولما رجع بيته يحاول ينام يسمع صوت جنبه غريب، وفجأة ما يلاقيش مراته، وتخيل مينا بعد ما قتلها وهي عايزة تقتله، وفاق من التخيل ولقى مراته دارلين جنبه. والصبح حل عليهم وحالة مراته دارلين مستقرة حتى الآن، وشايفه مرهق وبيفكر كتير في علاج ليها، وهي بتطلب منه ما يتعبش نفسه وهي راضية بقضائها، بس هي عايزاه يرتاح ويهتم بليلي، وهو ما بيقعدش معاهم وكل وقته في المعمل، ويوعدها يحاول يقعد معاهم. وراح لبنته ولاحظت ان السلسلة اللي عملتها ليه مش معاه، وهي وقعت منه لما كان بيخطف مينا، وعملت له واحدة تانية وتطلب منه ما يضيعهاش المرة
راضي ويوعدها، والشرطة عمالة بتدور على مينا المختفية، وراحت الكازينو اللي كانت بتقعد فيه على طول ورجعوا الكاميرات ولقوا مينا وهي خارجة مع ستيفن، ومن ساعتها اختفى والشرطة هتدور عليه، وستيف مستمر في سرقة عينات الدم والمحاليل من المعمل. بس المرة دي وقفوا روبرت ويقول له هو مش هيصبر عليه تاني وانه خايف من ستيف اكنه بيعمل حاجة غلط، فيقول له ستيف لو مراتي كانت مراتك كنت عملت زي واكتر، انا حاولت اطلب مساعدتك ورفضت، ده انت احبطتني ولو اعترضت طريقي من تاني هأذيك، ومشي. وتلاقي بيكي في التلفزيون خبر اختفاء مينا ونشرين فيديو ليها مع اخر شخص لقوها معاه في الكازينو قبل اختفائها، واتصدمت لما لقيته ستيف وبيكون هو مراقبها ومش واخدة بالها، ولما تروح للجراج تقول له انها تمشي بعد ما خلصت شغلها ما تسمعش صوته لانه هجم عليها وخدرها عشان تكون الضحية اللي هيجرب عليها المصل المعدل بتاعه، وراح يطمن على مراته ولقاها تعبانة والسواد تحت عينها وحالتها صعبة وحاسة ان نهايتها قربت، ولما تسأله هي فين الممرضة بيكي لانها ما شافتهاش من الصبح، فيقول لها هو خلاص مشاها عشان هم مش محتاجين مساعدتها وهو هيكون قريب منها، وهي صدقت كدبه ونامت. وراح ستيف حقن بيكي بالفيروس وقتلها، وبعد كده حقنها بالمصل المعدل بتاعه، ويفرح لما يلاقيها رجعت للحياة، ويتصدم لما يلاقيها زومبي وعايزة تاكل لحوم البشر، وكده المصل بتاعه مستحيل ينجح لأما هينشر الفيروس في كل مكان والناس هتاكل بعض، وحبس بيكي عنده في الجراج وأخفاها. والصبح لما يلاقي بنته جات له عند الجراج عشان المدرسة يقول لها اوعي تدخلي هنا خالص لانه في ادوات معملية جوه ممكن تسبب لك مرض، وكل يوم مدرسة انا هستناكي عند الباب ولازم تسمعي كلامي لاني بحبك ومش عايزك تتأذي، وعمال بيكذب على عيلته كلها اكتر واكتر. ولما مشي مع بنته بيوصل روبرت صاحبه عشان يتأكد من الكوارث اللي ستيف عملها، وعمال بيصور في كل حاجة عشان هيبلغ عنه، هو حاول معاه بالزبط ذوق ومنفعش. وفجأة لقى ستيف ظهر وقفل عليهم الباب ويقول انه هينجح في تجربته، وتخيل كده لو كنت معايا يا روبرت لكنا ناجحين مع بعض، وكل تجربة علمية ليها تضحيات عشان مصلحة البشر، وبيكي وعدتني انها مستعدة تعمل اي حاجة تساعدنا بيها، وهي وفت بوعدها. وراح عليه وقتله وحقنه بالفيروس الاول، بس يستغرب لما يلاقي روبرت لسه ما ماتش والفيروس مخليه غير قابل للموت، وده لان ستيفن ما ضربهوش في راسه لانه دلوقتي زومبي. وراح دفنه في الغابة مع مينا، ويتصدم لما يلاقيه برضه لسه حي، فما كانش عنده حل غير يهرب من هنا بسرعة، وراح لمراته يديها علاجها وهي حاسة انها خلاص هتموت النهاردة او بكرة بالكتير، وتتمنى انه يفتكرها بالخير وما بقاش عارف يعمل ايه لو حقيقته اكتشفت واتقبض عليه ومراته ماتت، بنته ليلي هتبقى وحيدة. والتجربة اتقلبت عليه وراح يسجل فيديو ان المصل الفا اللي عمله لعلاج الامراض وارجاع الموتى للحياة فشل، يمكن هو نجح يرجعهم للحياة بس كزومبي بياكلوا البشر، وهو هياخد عين الدم من بيكي اللي حبسها وهيحاول يعمل مضاد للفيروس عشان يحاول ينقذ الناس من الموت، وهو خلاص تحمل نتيجة افعاله. وهو في المعمل شغال على مضاد الفيروس يلاقي الشرطة جت بتتحقق في اختفاء زميلهم روبرت، وعيلته قالت انه مرجعش البيت من ساعة لما كان في المعمل، وراحوا يراجعوا الكاميرات ويتصدموا لما يلاقوا خناقة ستيف مع روبرت، والشرطي لقاه نفس الشخص اللي مينا كانت معاه واختفت في الكازينو، وشكه بقى فيه كبير، ولما يروحوا لمكتبه يلاقوه هرب. وستيف هيرجع لبيته عشان يهرب مع عيلته من هنا، ومراته دارلين بتكون فائت لانها بتشوف كوابيس عن جوزها ستيف وانه بيعمل حاجة غلط في الجراج، وراحت وكتبت كلمة السر واتصدمت لما لقيت الدم وابحاثه المجنونة وبيكي متحولة موجودة، وخافت على ليلي ولازم تروح تطمن عليها بس ما قدرتش بسبب مرضها وماتت. واتصدم ستيف لما رجع ولقاها ميتة، وقرر يحييها بمصل الزومبي ويحبسها على الاقل تكون حية معاه. والشرطة بتكون وصلت، والشرطة اقتحم البيت للقبض عليه ولقى دارين ميتة، وحاول ستيف يضلله ويهجم عليه بس فشل، والشرطة ضربه بالنار وقتله، وساعتها دارلين اتحولت لزومبي وهجمت عليه، وبنتها رجعت البيت من المدرسة من هنا، والام خرجت من البيت من هنا، خرجت لنشر الفيروس في كل مكان، وحتى روبرت اللي اتدفن رجع هو كمان، والعالم على استعداد لمواجهة انتشار فيروس الزومبي بسبب العالم ستيف اللي
اللي كان هدفه علاج مراته بس فشل وما انقذش العالم زي ما كان متوقع، بالعكس ده نشر فيروس الزومبي وهيخليهم كلهم ياكلوا في بعض. بس كده يا شباب، دي نهاية الملخص.